السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحدثت منافسة كأس أمم إفريقيا كان 2025 ضجة كبيرة في إطار التنافس الشديد على نيل شرف تنظيمها، وخلقت توترا داخل هيئة الكاف. وقدمت الجزائر طلبا رسميا لدى الهيئة الإفريقية لتنظيم أبرز حدث رياضي في القارة السمراء. ويرى المعلق الرياضي بقنوات بين سبورت القطرية حفيظ الدراجي أن الجزائر سببت حرجا كبيرا وخلطت أوراق الكاف بسبب منافسات شان التي تجرى حاليا بالجزائر. وأوضح حفيظ الدراجي في مقال نشره عبر موقع القدس العربي أن الأجواء الاستثنائية سواء من حيث التنظيم أو من حيث الحضور الجماهيري، وجعلت كفة تنظيم كان 2025 متنافسة بين الجزائر والمغرب التي دخلت المنافسة هي الأخرى. وأشار دراجي أن الجزائر والمغرب يستحقان تنظيم الحدث بحكم نوعية المرافق والبنى التحتية المتطورة التي يتوفران عليها. وأكد المتحدث أن انبهار رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة باتريس موتسيبي وأعضاء اللجنة التنفيذية للكاف بالقدرات التنظيمية الكبيرة التي لاحظوها خلال الشان الجاري بالجزائر يجعل الاختيار صعبا ومعقدا. وكما نشر حافظ الدراجي أنه في حال اختيار المغرب ستؤكد هيئة موتسيبي التسريبات التي أطارتها الصحافة الجزائرية بخصوص الكولسة التي يقودها المغرب داخل أروقة الكاف، مما سيزيد التشكيك في نزاهة الاختيار. من جانبه حاول رئيس الكاف من الجزائر وعبر محطات إعلامية تفنيد ما تطرق له حفيظ الدراجي ضمنيا، مؤكدا أن القرار سيتم اتخاذه بشكل قانوني بعيدا عن الكواليس. كما تمنى موتسيبي التقدم الكبير الذي شهده في الجزائر بعد النجاح الباهر لبطولة الشان. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.